تزود من معاشك للمعادي، وقم لله واعمل خير زادي، ولا تجمع من الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ بهذه التذكرة للإمام القرطبي نستفتح لقاءنا اليوم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإيماني المتجدد من ساعة صباح، والذي سوف يدور اليوم حول خواطر في قوله سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأيضا في ساعة صباح يسعدنا أن تشاركونا خواطركم حول الآية الكريمة وقوله سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وذلك من خلال التعليق عبر صفحتين على فيسبوك وعلى تويتر، فضلا عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستغرام. شاركونا. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهو التحذير الرباني الداعي إلى رعاية القلب والتعهد بما ينفعه ويصلحه، وإلا كان ذلك الفصل بين المرء وقلبه. فهو قادر سبحانه أن يستحوذ على هذا القلب ويحتجزه ويصرفه كيف شاء ويقلبه كما يريد. فما معاني الآية الكريمة، وكيف نستجيب لهذا النداء والتحذير الرباني، وكيف تكون اليقظة الدائمة للقلب وأعماله؟ الحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور أحمد زايد، أستاذ الأديان والفكر الإسلامي بجامعة قطر. أهلا بكم فضيلة الدكتور معنا اليوم، وجمعة مباركة بإذن الله. أهلا بكم دكتور أحمد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هي واحدة من التعابير القرآنية ذات الأثر القلبي والنفسي القوي جدا، فما معنى هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أولا يعني بعد ترحيبنا بحضرتك وبالإخوة الضيوف أو المشاهدين جميعا، وقبل أن أجيب عن هذا السؤال أو أدخل في هذا الموضوع المهم، وأحب أن أشير إلى موضوع آخر، وهو من حق المسلم على أخيه، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. وهذه المسألة هي أن يعني الأمن المصري قد اعتقل جماعة من طلاب مسلمين من تركستان الشرقية، وهي دولة مسلمة أو إقليم مسلم يحكمه الصينيون الشيوعيون ويسومون أهله سوء العذاب. وهؤلاء الطلاب جاءوا إلى مصر دخولا رسميا، بعضهم الآن عمره 15 سنة في مصر، أو 7 سنوات أو 5 سنوات أو أكثر، وبعضهم أقام أسرا، تزوج وأنجب، وكانوا في أمان تام. فإذا فجأة يعني يصلون خبر، وقد أذعت هذه الأخبار، أن هذا الانقلاب الغاشم قد اعتقل هؤلاء الطلاب أكثر من 500 طالب، والآن هم يعني معرضون لتسليمهم إلى هذه الحكومة الشيوعية الكافرة التي غالبا تعدمهم، تقتلهم أو تسجنهم. ونحن نقول يعني هذا الأمر مخالف للمواثيق الدولية، ومخالف للأخلاق، ومخالف للأديان، ومخالف حتى لمعاد الإنسانية، حتى لو كانوا مشركين. الله عز وجل يقول عن المشرك: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أما وهؤلاء مسلمون ومسالمون ولم يرتكبوا أي جرم، وأنا أعلم، وكانوا كثيرا منهم كانوا طلابي، أن أعلم أنهم مسالمون جدا، محبون للأزهر الشريف، محبون لمصر، وقد لجأوا إلى هذا البلد ليجدوا فيها الأمن والأمان. فإذا بنا نصدم بهذا الخبر الذي يعني نناشد الآن من خلال هذه القناة المباركة الشيخ الأزهر، ونناشد علماء الأزهر، ونناشد رئيس جامعة الأزهر، ونناشد كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن تتدخل لمنع تسليم هؤلاء الطلاب البراء لهذه الجهة التي يعني لا ندري ماذا تفعل به. هذه لفتة يعني من باب حق المسلم على أخيه أردت أن أنوه إليها في بداية هذه الحلقة. وأيضا من نفس هذا الاستوديو كانت هناك فقرة كاملة خاصة بتسليط الضوء على هذا الموضوع تحديدا، يعني نسأل الله لهم السلامة ولغيرهم بالتأكيد في كل بلاد العالم يعني. نعم. تفضل. أما الآية الكريمة التي نحن بصددها الآن فهي آية
فيها نداء رحيم رقيق: يا أيها الذين آمنوا. هذا مفتتح الآية. وآية وسورة الأنفال سورة مدنية تناولت في ثناياها قصة غزوة بدر الكبرى، وفيها ستة نداءات: يا أيها الذين آمنوا. يعني فيها ستة نداءات في أكثر سورة فيها هذه النداءات المتكررة، تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وتنتهي بقوله سبحانه وتعالى هذه النداءات بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. السياق العام للسورة هو سياق الجهاد، حتى إن المؤرخين يقولون كان الجيش الإسلامي فيه القارئ، فيه شخص وظيفته أو وصفه أنه قارئ. قارئ. كان يتلو سورة الأنفال على رأس الجيش دائما في كل الجيوش والفتوحات والغزوات. كان يوجد ما يسمى القارئ. القارئ هذا صوته جهوري وصوته حسن، ويكون حافظا لهذه السورة يتلوها على الأسماع المجاهدين، لأن فيها نداءات وفيها تحفيز على الثبات وفيها بيان لذكر الله عز وجل إلى آخره. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه آية سبحان الله يعني عظيمة جدا جدا. يعني هناك مفهوم الاستجابة في القرآن الكريم، مفهوم يسمى مفهوم الاستجابة، وهو دفع النفس لإجابة داعي الله سبحانه وتعالى. يعني دفع النفس ومقاومتها وحملها أن تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. ويعني الآية طبعا يعني لها تفسير ولها معاني، لكن عموما هي تكلم في قضيتين رئيسيتين. القضية الأولى هي قضية ضرورة الاستجابة الدائمة من المؤمنين لمن آمنوا به وهو الله سبحانه وتعالى، ثم الخوف من أن يحال بينهم وبين ما يتمنون في لحظة من اللحظات. فكأن الله عز وجل يقول لهم: استجيبوا لله بطاعته ولزوم الجهاد ولزوم الحق وإرادة الخير، حتى أو قبل أن يأتي وقت يحال بينكم وبين هذا الخير الذي تركتموه. فكأن الإنسان مطلوب منه أن يعني يبادر ويسارع في استغلال وقته، لا يتمنى فقط ولا يعني يمني نفسه بآمال وكذا، إن شاء الله سأفعل كذا وإن شاء الله سأفعل كذا، تسويف، وهو في الوقت لا يفعل شيئا. فلعل وقتا يأتي يحال بينه وبين ما يتمنى. هذا من معاني قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، فمعنى الاستجابة يعني هذا هو المعنى الكبير في الآية، معنى الاستجابة. ولذلك يعني الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، كما نزل ذلك في سورة آل عمران في غزوة أحد. إنما يستجيب الذين يسمعون، الذين لهم ليس بالمعنى السمع الحسي، ولكن السمع الحسي الذي يصل إلى القلب، فإن الكفار كانوا يسمعون. ولذلك الآية في سياقها بتتكلم عن قوم، يعني السياق الذي وردت فيه تكلمت عن الكفار قبل ذلك، وبينت أنهم يسمعون الكلام لكن لا يصل إلى قلوبهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني ما معنى أسمعهم؟ يعني لجعل لما استمعوه أثرا في قلوبهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا الصنف الله عز وجل يحذر منه. وذلك حتى الآية قبل هذه قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فقد يسمع الإنسان نداءات الله عز وجل والترغيب والترهيب والمواعظ، لكنه يتولى معرضا وكأنه لم يسمع شيئا. فلذلك الله يقول: لا تكونوا كهؤلاء الذين يعني صم عن الحق بكم لا يقولون خيرا، وهؤلاء لا خير فيهم. ولذلك قال الله: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم تأتي الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وسنفصل إن شاء الله القول في معنى الحياة وفي معنى يعني الاستجابة وفي معنى يحول
بين المرء وقلبه في ثنايا إن شاء الله حديثنا عن هذه الآية. نتحدث عن الموضع كما أشرت، الموضع والسياق الذي نزلت فيه هذه الآية تحديدا، ولكن قبل ذلك مشاهدينا نتلقى ننوه لكم أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة، وأيضا على صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر. فضيلة الدكتور، ربما أشرت الآن إلى فكرة السياق التي وردت فيه هذه الآية وسياق السورة بشكل عام، وكيف أنها كانت من ثوابت فتوحات المسلمين وجهادهم بأن يقرأها القارئ على رأس الجيش، لكن نتحدث عن هذه الآية تحديدا والموضع الذي نزلت فيه. الموضع الذي نزلت فيه هو كما قلت هو في السياق العام الزمني، هو غزوة بدر، غزوة بدر الكبرى التي كانت نصرا للمسلمين، ويعني نوه الله عز وجل بها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والعامل الأكبر في هذه الغزوة في تحقق النصر في هذه الغزوة هو عامل الإيمان، ولذلك تكررت النداءات يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إلى آخره. فالسياق الزمني هو غزوة بدر. السياق الكلامي هو بيان صنفين من الناس. صنف استمعوا إلى كلام الله عز وجل ونداءاته ثم أعرضوا، ويحذر الله منه ببيان الصنف الثاني، يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ربنا عز وجل عندما ينادي يا أيها الذين أمنوا كأنه يعني يحرك في القلب معنى الذي تصدقنا به، وهو الإيمان الاختياري. طيب أنا إذا كنت اخترت الله سبحانه وتعالى واخترت رسوله عن إرادة وعن قصد وعن عمد وعن رضا وعن حب، فمن باب أولى أن أستمع لما بعد ذلك، وهو يعني روشتة الدواء أو قائمة المطلوبات من الأوامر والنواهي أستجيب لها. فكم من إنسان قال أنا مسلم وقال أنا مؤمن، لكنه في الواقع ينافي واقعه هذا الادعاء. ولذلك لا يكفي فقط أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل لا بد من تقديم ما يثبت صحة ما في القلب. ولذلك ما في القلب أصل ودعوة، برهانه ودليل صدقه الأعمال، فالأعمال هذه هي التي تثبت صحة ما في القلب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فهنا الإيمان ليس دعوة فقط، ولكن لا بد من الاستجابة، الاستجابة المسارعة. مثلا لو أن إنسان مثلا اختار طبيبا يذهب إليه، كان مريضا فاختار طبيب يذهب إليه يكشف عليه أو يعني يكتشف حالته، فالطبيب يعني كشف عليه وحدد له أدوية معينة في أوقات معينة وكذا، طريقة علاج. هل يليق بهذا المريض بعد ذلك أن يناقش حتى هذا الطبيب فيما وصفه له من دواء؟ لا يمكن، أنت اخترت هذا الطبيب، ثم لا يليق بك بعد الكشف والبذل ودفعت فلوس وذهبت إلى الطبيب أن تأخذ هذا الدواء وترميه أو تمشي عليه بطريقة غير منضبطة، فإنه لا يتحقق لك الشفاء. كذلك ولله المثل، نحن اخترنا الله سبحانه وتعالى وآمنا به، فعندما يصف الله عز وجل لنا في قرآنه ما يصلحنا وما يحيينا، حينئذ هذا ينبغي أن نسلم به. لذلك بعض المسلمين وقع في خطأ كبير جدا، وهو أن كل شيء يقول لي لماذا، ثم كأنه بيتعامل مع بشر، يتعامل مع أحكام الله عز وجل كأنها كلام البشر. نعم الأحكام معللة وهناك كل شيء له مصلحة وله فائدة و عليه عائد، والله عز وجل بيّن هذا، قال إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة هنا ليست حياة الجسد، فكم من حي بجسده ميت بقلبه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا، هو نعم يتحرك بين الناس لكن قلبه ميت. ولذلك قال السلف عجبا للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه، مع أن ميت القلب أشد خطرا من ميت الجسد. الناس مثلا إذا مات ميتهم يصرخون ويبكون ويعقدون الجنازات والعزاءات، وقد يكون هذا الميت هو أصلا ميت من زمان، يعني ميت طول حياته بأنه لم يعرف الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحياة الحقيقية حياة القلب، السعادة، الود، الرحمة، السلام، لا يتحقق إلا في ظل الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الطمأنينة هذه حياة، أن يشعر الإنسان بالسلم الداخلي هذه حياة. هذا متى يتأتى للإنسان؟ ليتأتى بشيء واحد فقط، هو الاستجابة لله عز وجل. بمقدار هذه الاستجابة بمقدار تحقق الحياة. ولذلك مثلا الاكتئاب والهموم والأحزان والشقاق بين الزوجين
وضيق الرزق وكل هذه الهموم حتى المشاكل بين الشعوب إنما يأتي بسبب البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. سواء هذه الشعوب انحرفت كليا عن شريعته فكفروا بالله عز وجل، أو شعوب مسلمة لكن انحرفت أيضا عن مقتضى دينها، فحينئذ تنشأ الخلافات كما نرى الآن بين الأشقاء والعرب وغير ذلك يعني. نعم، ولكن في هذه النقطة تحديدا ربما يعني يكون للبعض رأي آخر دكتور، طبعا يعني ذلك لنقل الرأي فقط، وهو أن مثال ذلك ليس بهذه الدقة تقريبا، وهو أن هناك شعوب من وجهة نظر الشريعة الإسلامية كافرة، ومع ذلك هناك عدل، هناك استقرار، هناك أمان، هناك رخاء، وبالتالي هذه نعم. النظرية. أنا ذكرت الآن أن الحياة على نوعين. نعم. هناك الحياة المادية، حياة فيها قانون، فيها نظام، فيها نظافة، فيها حقوق إنسان، فيها عدالة عامة. هذا لا يعني الحياة الروحية بالقطع. يعني الكفار كانوا أكثر عدة وأكثر عتادا وأكثر مالا وأكثر ظهورا في الأرض، معروف هذا الكلام. لكن هل هم في حياة حقيقية، في حياة يعني روحية وسعادة روحية حقيقية؟ قطعا لا، هذا لا يمكن، لأن الله قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنك قد تكون مادية وقد تكون روحية. طيب هؤلاء الكفار أخذوا بالأسباب المادية، الله بعدله لابد أن يعطيهم، لكن لم يأخذوا بالأسباب الروحية فلن ينالوا. نعم. لن ينالوا هذه السعادة الروحية. إذن هؤلاء يعني بالأسباب الظاهرة، أسباب التقدم والحضارة والمادة والقانون، أخذوا بهذه الأسباب، فعدل الله أن يعطيهم هذا الشيء الذي طلبوه سعيهم. لكن هو السؤال، هل هم أخذوا بالأسباب الروحية؟ لم يأخذوا بها، ولذلك هم أشقياء في هذا الجانب. لذلك مثلا نرى لماذا ينتقلون إلى الإسلام والغرب الآن، حتى عندما يعني افتقد روح الديانة، سواء ديانتهم المسيحية أو لم تصلهم ديانة الإسلام، ماذا فعلوا؟ أخذوا الآن يلجؤون إلى ما يسمى بالرياضات الروحية كاليوغا وعلم الطاقة والاتصال بالكون، هذه كلها بحث عن شيء يغذي الروح. هذه الروح. نحن في الإسلام عندنا هذه، وطبعا نحن مقصرون جدا في تبليغ الإسلام لهؤلاء الناس. الشاهد نعم أنهم في الظاهر حياتهم مستقيمة، هذه عدالة الله، لأن الله قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. نعم. وهم فيها لا يبخسون، لكن في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نحن ندعو أمتنا بما أنها امتلكت هذا الزاد الروحي الصحيح الذي يحقق لهم السعادة أن يأخذوا به كاملا دنيا وأخرى. فبعض الناس مثلا قد يتعبد لكنه فاشل في الحياة، هذا أيضا غير مستقيم، يطبق جانب ويترك آخر. نعم، حتى العلماء يقولون أن الدين له موضوع وله جزاء. موضوعه الدنيا، موضوع الدين الدنيا وليس الآخرة، أما جزاؤه في الآخرة، فالذي يفشل في موضوع الدين لن ينال جزاء الآخرة. موضوع الدين هو الدنيا، إصلاح الدنيا بالشرائع والقوانين والعبادات والعقيدة الصحيحة وتحقيق السلم بين الناس لينهض الإنسان برسالة هذه الحياة. إذا نجح في الموضوع نال الجزاء الصحيح الذي هو الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، وإذا فشل في الموضوع فإنه أيضا يفشل في الآخرة، لأن بعض الوعاظ وبعض العلماء كل كلام عن الجنة والنار والجنة والنار، حتى لو كان المسلمين فاشلين في الدنيا أيضا يتكلم عن الجنة والنار، فكأن المسلم عليه أن ينسحب من الدنيا ويتركها للكفار ثم يركز على الآخرة. هذا كلام طبعا غير صحيح. فإذا نجحنا في موضوع الدين الذي هو محله الدنيا، حينئذ إن شاء الله سننجح في الآخرة، الجزاء وهو الآخرة. نعم. نعم. طيب دكتور، تحدثت عن التفصيل بشكل أكبر في الآية الكريمة، ولكن هذه الآية يقول سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الآية التي قبلها يعني ما العلاقة بينهما؟ نعم، هذه الآية تليها يعني. نعم. هذه الآية تليها. نعم. يعني بعد نحن عندنا آيتان الآن. آية استجيبوا لله ثم قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا. نعم. منكم خاصة. طيب قبل أن تجيب فضيلة الدكتور، معنا اتصال من السيد سعد من الكويت، أهلا بك. يا هلا بك يا أستاذ، السلام وتحية لكم وللبرنامج. أستاذ بقيت أسأل الدكتور يعني سؤال مباشر واختصار، يعني من وين يروح من الله من يغش ويكذب ويدلس
ولا يفي بوعوده. كذلك أيضا أستاذه من يغش بالعيش والخبز، يعني الفرن مثلا التنور، يعني عجين محروق، يعني غير صالح للاستهلاك الآدمي. تحياتي لكم. شكرا لك سيد سعد من الكويت. سيد سعد، وإجابة سريعة، جزاء الغش والتدليس والكذب. نعم. هذا طبعا يعني سينالهم غضب من الله عز وجل على قدر ما قاموا به من غش وتدليس. لذلك يعني في التجار الرسول قالت: ألا إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد حل الله البيع؟ قال: نعم. قال: بلى، إلا أنهم يعيدون فيخلفون ويحدثون فيكذبون. فأولئك التجار والبائعون والذين يغشون في السلع ويخلفون في الوعد، لا شك أنهم لم يستجيبوا لله حق الاستجابة، لأن الاستجابة لله عز وجل هي تكون في الصغير والكبير، في كل شيء، ليس في أشياء دون أخرى. نعم. نعم. نعود إلى السؤال والآية الكريمة: واتقوا فتنة لا تصيبن. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. حينئذ هذا قانون في الكون. القانون هو أن الله عز وجل عندما يعامل الأمم يعامل بالأغلبية ولا يعامل بالأفراد. بمعنى إذا وجد أفراد صالحون لا يقومون بواجب الإصلاح فلا عبرة بصلاحهم. القانون هنا الله يريد أمة أغلبها صالح، أغلبها مسلم، أغلبها مستقيم. أما هؤلاء الصالحون وإن كانوا قلة وكانوا يحاولون الإصلاح فإن هذا لا ينجي المجموع من العذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا شاع المنكر. ولذلك ورد في الحديث قالت عائشة رضي الله عنها: أنهلكوا وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كان الخبث أكثر في الاقتصاد وفي السياسة وفي الأخلاق وفي الأسرة وفي المعاملات وفي التعليم وفي الصحة، إذا كثر الخبث حتى وإن كان هناك صالحون فإن العقوبة تأتي من الله عز وجل على الجميع بما فيهم الصالحون ويبعث الصالحون على نيتهم. يعني الله عز وجل ينجي، يعني هؤلاء تأتي الهلكة للجميع ويبعث هؤلاء الصالحون على نيتهم. فالقانون قانون الله عز وجل، بتعامل مع الجماعة، مع الكل وليس مع الأفراد. ثم إن هؤلاء الصالحين عليهم أن يأمروا بالمعروف وعليهم أن ينهوا عن المنكر وأن يقوموا بالإصلاح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يكن صالحون قال مصلحون. فالصلاح في حد ذاته دون محاولة الإصلاح لا قيمة له، لأن هنا ستأتي العقوبة عامة. الصحابة سبحان الله، حتى أهل بدر لما قرأوا هذه الآية قالوا: إنما خصنا الله بها، خايفين أيضا أنهم يكونوا من أهل هذه الآية، ولذلك حاولوا الإصلاح حتى لا تقع عليهم العقوبة. ولما حصلت الفتنة بين سيدنا علي ومعاوية قالوا: هي دلت هذا وعد الله الذي أتانا في هذه الآية. كأنهم يعني سبحان الله يعني كانوا ينزلون القرآن على أحوالهم الشخصية وعلى أوضاعهم الاجتماعية، فحسبوا أن هذه الآية أنهم لم يصلحوا أو لم يتدخلوا للإصلاح وبالتالي حدثت الفتنة. نعم. طيب، يعني هذه النقطة تحديدا وإن كانت يعني بعيدة قليلا عن ما نتحدث عنه اليوم، وهي فكرة أن يكون هناك التزام المسلم بحاله وبنفسه في حالة الفتن الكبيرة. يعني هذا فكر شائع، نرى هناك تخبط بين فرق كثيرة جدا، من الممكن أن يشعر الإنسان بالضياع، وبالتالي يلزم بيته ونفسه فقط وأهله فقط. في هذه الحالة هنا يخرج عن إطار المسلم المصلح للمجتمع؟ لا، هو أولا يعني هذه حالة استثنائية، أن يلجأ الإنسان إلى اعتزال الناس واعتزال الدنيا ويدعي أن في فتن وكذا وكذا ويروح يقعد في بيته ويتجنب الإصلاح، هذه في حالات محدودة جدا، ليس في هذا الزمان. ما زال المسلمون بخير، وما زال الناس يتقبلون النصح، وما زال هناك إقبال على الإسلام في العالم كله، تمام، وإن ضعف في جانب فتح الله له في جانب آخر. فلا يمكن أن يقال أبدا الآن إن على المسلم أن يتجنب الفتن ويجلس في بيته. هذه دعوة باطلة أصلا، وهذا معناها إهدار دعوة باطلة ولكنها منتشرة. ما هذا خطأ، ينبغي أن يصحح، لأن هذا إهدار لكل الآيات التي توجب الدعوة إلى الله والإصلاح، وإهدار لمئات وعشرات الأحاديث التي تأمر الأمة بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم إن الواقع يكذبها،
الواقع يقول أن الناس إذا تحركوا في الدعوة إلى الله الناس يستجيبون. الآن العالم كله ينتظر الإسلام، لو تحرك المسلمون فقط نصف حركة لأتوا بثمار هائلة. الآن الإسلام يمشي يعني بقوته الذاتية دون جهد من المسلمين ومحاربة من الطرف الآخر. نعم، إذا كان هؤلاء الكفار ينشطون في نشر فكرهم وينشطون في نشر جاهليتهم، فأولى بالمسلمين أن يقوموا بذلك. لكن هي الفكرة كلها أن المسلم إذا قام وحده فإنه يضعف، وإنه يعني يمل، وإنه ييأس. ولذلك لا بد لهذا الحق من أعوان يتكاتفون ويقومون كجماعة في الإصلاح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى نجد الغرب والأنظمة المستبدة الظالمة تحارب كل تجمعات إصلاحية، وأسهل شيء يصفونها بالإرهاب أو بالتخريب أو بكذا أو بكذا، هم يفهمون هذا جيدا. فإذا تعاون المسلم مع إخوانه الصالحين وسيجدهم إن شاء الله في كل مكان، حينئذ لن يصل إلى مسألة مسألة بأن هذه فتن وتجنب الفتن إلى آخره. فالإصلاح موجود والأمة ما زالت بخير، والإسلام يأمرنا أن نخوض معركة الباطل هذه ونصارع الباطل بأن بنشر الفكر الإسلامي الصحيح. ولذلك إن لم نفعل هذا ننتظر عقوبة الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الإنسان يصلح نفسه ويصلح أهله ويصلح جيرانه ويمارس الدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يقع البلاء العام على هذه الأمة. نعم. نعود فضيلة الدكتور إلى الآية محل الحديث اليوم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نتحدث عن الخواطر التي تستشعرها عندما تمر بك هذه الآية. نعم، والله يعني الآية يعني قبل أن نذكر الخواطر، هناك بعض التفاسير الشائعة والموجودة في كتب التفسير وهي تفاسير باطلة، وأنا أحذر منها وأنبه عليها الآن. أن بعض الناس يعني يزعم أن الإنسان مجبور وليس مخيرا. الله يعني ما معنى حالة؟ يحول يعني يحجز أو يفصل. فيقولون الله يفصل بين المؤمن وبين الكفر إجبارا، ويفصل بين الكافر وبين الهداية إجبارا. طبعا هذا كلام باطل، يعني كأن احنا مجبورين، يعني كأن احنا في شيء يعني سيناريو كده أو فيلم مثلا، ولكن معد مسبقا وبالتالي ليس بيدي. هذا كلام باطل أصلا، لأن الآية تكذب هذا. أول الآية يكذب هذا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. إذن الفعل منا نحن، الفعل الإنسان يبدأ ويتحرك ويستجيب. وتفسير الصحيح لهذه الآية هو أن الله عز وجل يعني يحول بين هذا القلب وبين مراد الإنسان في وقت ما. فأنا أتمنى أماني كثيرة جدا وأخطط لنفسي وأتمنى كذا وكذا وكذا، فإذا لم أفعل هذا وأستجب له في الحال ربما يأتي الوقت الذي يمسك الله هذا القلب ويميت الإنسان ويمنع عنه الدم فيتوقف القلب فيحال بين الإنسان وبين أماني. هذا معنى يحول بين المرء وقلبه. ونحن نقول الإنسان مخير، هو الذي يختار. ولذلك أوكل الله عز وجل الأمر للإنسان، قال استجيبوا أنتم اللي تختاروا. هناك فعل في البداية هناك أمر منسوب للإنسان نفسه. فأما المعنى هنا يعني سبحان الله، الإنسان يعني كثيرا ما الإنسان يتمنى أن يكون كذا ويتمنى أن يكون كذا ويتمنى أن يكون مثل الصالحين في عباداتهم واجتهادهم وصدقاتهم وكذا، لكن يعني عند العمل يضعف. فالخاطر المعنى هنا الإنسان لا يؤجل، يستغل كل نفس وكل لحظة وكل وقت في فعل الخير، لعله يأتي في لحظة يعجز، فالصحيح يمرض والفقير والغني يفتقر والمقيم يسافر، كل هذه مشاغل. ولذلك ورد في الحديث يعني بادروا بالأعمال الصالحة سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو الموت، والموت يأتي فجأة، أو الدجال فشر غائب ينتظر. الإنسان ماذا ينتظر؟ يعني الآن نحن في صحة، لا ندري، ممكن الإنسان يمرض غدا. لماذا التأجيل؟ الآن هو في أمن، ممكن بكرة يكون خائف. الآن هو في فراغ، ممكن بكرة يكون مشغول. فلذلك يعني الإنسان يبدأ قبل أن يحال بينه وبين ما يتمنى. نعم، هذا معنى قوله يحول بين المرء وقلبه. نعم، معنى اتصال فضيلة الدكتور. معنى السيد عبد الواحد من بلجيكا، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا. يعني اود اسال الدكتور احمد يعني على المسائل، يعني لما تكون هناك يعني الانسان يحس انه عنده وساوس ولا حسد ولا هل يعني المسائل هذه يعني هل يحول هذا يعني بين قلبي وبين 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 الله سبحانه وتعالى؟ نعم. هل هناك استفسار؟ نعم. طيب شكرا لك سيد عبد الواحد، استمع الى الاجابه من فضيله الدكتور وسريعا دكتور احمد. نعم هناك شيطان يوسوس الإنسان، لكن هذه الوساوس في فرق بين الخواطر العابرة فالإنسان لا يلتفت إليها كثيرا، وبين أن يثبت هذا الوسواس في نفس الإنسان ويصير ملازما له، هذا هو الخطر. لذلك يعني الأفكار التي تأتي عابرة ينبغي على كل مسلم ألا يلتفت إليها ولا يركز معها ولا يعتبرها قضية وشاغل له، لأنه بمجرد الاشتغال بها واعتبرها قضية وخطر وكذا وكذا تستقر في نفسه. لكن المشكلة في إيه بقى؟ في من استقرت في نفسه بالفعل وأصبحت وساوس ملازمة له، حتى ممكن يعني تجعله يعني يتشكك في وجود الله، يتشكك في القرآن، يتشكك والعياذ بالله. هذه الوسوسة لها علاج معروف، ولذلك نحن ننصح كل مسلم بالأذكار، أذكار الصباح والمساء بالذات. هذه سبحان الله فيها بركة عجيبة جدا، ونحن في حاجة إليها لأولادنا وأموالنا وأنفسنا وكل شيء. منها المعوذات، قل والله أحد والمعوذتين، وفيها الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طبعا لا شك أن هذه الوساوس هي فعلا يعني أحيانا تحول بين الإنسان وبين الله، لأنها بتشغله وقد يعني تشككه في أشياء يعني من العقائد والأصول. فلذلك الإنسان هنا يعني عليه أن يتحصن بالذكر، يتحصن بالرقية الشرعية، يتحصن بتلاوة القرآن، وإن شاء الله ربنا عز وجل يصرف عنه هذا الشيء، وهذا هو العلاج كما ذكرت فضيلة الدكتور. طيب معنا اتصال آخر من السيد أبو محمد من الدوحة، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيكم. إذا حال الله بين المرء وقلبه، هل هذا دليل على أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه، والسبب انشغاله الملذات والشهوات؟ وبارك الله فيكم. شكرا لك، يجيبك ان شاء الله الدكتور. وسريعا فضيله الدكتور، والانسان اذا لم يجد الله فيه اقبالا عليه، وجد فيه انصرافا واعراضا وعدم رغبه واقبال على الشر وتحريك له ورغبه فيه، حينئذ يتنزل عليه غضب الله سبحانه وتعالى ولا يوفق. ولذلك قال الله تعالى يعني فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي العكس، في العكس في طرف آخر، وأما من بخل واستغنى، طبعا هذا عن قصد وتحري ورغبة وحب، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا الإنسان الله يعطيه على حسب توجهه، إذا رأى فيك خيرا ورأى فيك حبا له وإقبالا ييسر الله لك كل أنواع الخير. سييسر لك الموعظة، وييسر لك صاحب صالح، ويهيئ لك الأسباب، ويعطيك كل أنواع الخير بما أنك أردت. جميل. أما إذا رأك معرضا والعياذ بالله ومشغول بالدنيا ولا يريد أصلا إقبال على الله، وكلما سمع موعظة أعرض عنها، خلاص انتهى الموضوع. ولذلك قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني لو وجد فيهم إرادة للخير، لو وجد فيهم رغبة في الخير زادهم هدى. ولذلك قال والذين اهتدوا زادهم، يعني رغبوا في الهداية، بعكس الذين زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني الأمر منسوب إلى الإنسان أولا، فيعني الإنسان دائما يري الله من نفسه خيرا، دائما ينوي الخير حتى وإن لم يستطع فعله، يكون على نية دائمة واستعداد دائم أن يفعل الخير، ومحاولة أيضا لسعي إلى هذا الخير. نستكمل معك فضيلة الدكتور فاصل قصير مشاهدينا، ثم نعود لاستكمال الحديث والخواطر حول قوله سبحانه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. بقوا معنا. أهلا بكم من جديد في ساعة صباح. ننتقل الآن إلى محطة التواصل الاجتماعي، وعدد من خواطر وأسئلة المتابعين ينقلها إلينا زميل حسام يحيى. أهلا حسام وصباح الخير. أهلا بك أسماء، صباح النور. إذن خواطر وأسئلة وردتنا عبر صفحتينا على فيسبوك وعلى تويتر بخصوص موضوع حلقة اليوم. نبدأ من فيسبوك مع ابتهال التي كتبت: القرب من الله أجمل شيء في هذه الحياة، طمأنينة وسعادة لا يعرفها إلا من ذاقها، عشناها في رمضان ونتمنى أن تدوم
بعد رمضان غالب أيضا، إذا أيقن العبد أن الله يراقبه وهو يعلم ما في قلبه فقد عصم نفسه، إن أصبت وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أيضا كريم الآية على ظاهرها، فهو سبحانه وتعالى يتصرف في عباده، فقد يوفق هذا ويشرح قلبه للإيمان ويهديه للإسلام، وقد يجعل في قلبه من الحرج والتثاقل عن دين الله ما يحول بينه وبين الإسلام، فهو يحول بين المرء وقلبه كما يقول كريم في هذا التعليق. أيضا عماد القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، حديث نبوي. أيضا عباس، هذه الآية تحذير من الله تعالى إلى البشر بألا يهملوا أمر قلوبهم وتعاهدها بما ينفع، وكيف يكون ذلك؟ بأن يؤخروا الإيمان والتوبة والعمل الصالح قائلين غدا نفعل، والواجب فورية الاستجابة في كل الأمور. أيضا يضيف راشد إن الله يفصل بين الجسد والقلب، فإذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. التعليق الأخير من سامية، المقصود بالآية عدم التسويف للطاعة والتوبة والمبادرة بالصالحات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نعود من هذه الخواطر إليك أسماء من جديد وإلى الله. شكرا حسام، وشكرا بالتأكيد لكل من شارك معنا اليوم، شكرا لك. شكرا لك فضيلة الدكتور. بما بعض التعليقات أو الخواطر التي وردت خلال هذه المشاركات من الجمهور، وربما استوقفني تعليق أو مشاركة من كريم، وهو حينما تحدث عن الآية في ظاهرها، نستوقف أو نتوقف معك عند هذا المعنى، ولكن معنا اتصال من أبو وليد من الأردن. أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أود لو سمحت أن أتحدث في نقطتين تفضل مهمتين تتعلق في الموضوع. تعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هي تشبه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله مشيئات تقتضي أو تريد للعبد أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، فلا يمنع الله إنسان يريد أن يهتدي يمنع من هدايته إلا أن يشاء الله، هذا أمر يتعلق به، والله سبحانه وتعالى هو العادل وهو الحق وهو الذي يريد الهدى للناس جميعا. فإذا الإنسان يستطيع أن يهتدي ويستطيع أن يضل بحسب المقاييس والسنن الإلهية التي وضعها الله، ولا يحول الله بين إنسان يريد أن يهتدي وبين أن لا يهتدي إلا لحكمة هو يعلمها وسبب هو يعلمه. النقطة الثانية هو أن الإنسان لا تتحقق له السعادة إلا إذا كان هو شخصيا قد قام بأوامر الله ونواهيه، وثانيا عمل على تطبيق شرع الله على الناس كافة من خلال فئة أو جماعة أو حزب سياسي يعمل ذلك. وشكرا لكم. شكرا جزيلا أبو وليد، كنت معنا من الأردن. و بالعودة إلى التعليق المختلف حقيقة عن باقي الخواطر والتعليقات التي وردت إلينا، وهي نقطة قد أشرت إليها فضيلة الدكتور، الآية في ظاهرها تفسر بكذا. نعم، أولا أنا أحيي أخانا الكريم من الأردن، فكلامه صحيح ومنضبط وموافق لمعنى الآية، جزاه الله خيرا. أما تعليق أخونا عباس أبو الكريم هذا الذي يتكلم عن أن الآية على ظاهرها، فيفهم من كلامه ما يسمى بمذهب الجبر. مذهب الجبر، الإنسان مجبور على كل شيء، ليس له إرادة وليس له اختيار وليس له تصرف، ونحن بينا أن هذا كلام لا يليق بالله عز وجل ولا تحتمله معنى الآية. فهذه الآية لا تفهم وحدها، وإنما تفهم في سياقات مختلفة. وكنا أبسط معنى من هذه المعاني أن الإنسان له أمنيات كثيرة جدا، فيأتي وقت يموت وينقطع أجله، فيحال بينه وبين ما يحال بين أمنياته التي في قلبه وبين ما يتمناه، يعني يحال بينه وبين تحقيق هذه الأمان. إذن الله حال بينه بين يعني القلب الذي فيه أمنيات وبين ما يريده الإنسان في الواقع. فالآية في مجملها تقول، تحث على السرعة والمسارعة والمسابقة واغتنام الفرصة في الاستجابة لله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي الوقت الذي، كما قال الله تعالى يعني في سورة المنافقون، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، هذا هو الذي قطع، هذا الذي حال بينه، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. هذه الأمانة
خلاص حيلة بينه وبين أن يتصدق أو يعمل صالحا. ولذلك يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، كنا في قبل ذلك وضحنا لكم وعمرناكم في الحياة، فكل من أراد أن يتذكر تذكر، إلا أنتم لم تتذكروا ولم تريدوا أن تتذكروا، فحيلة بينكم وبين يعني أمنياتكم. هذا هو المعنى ببساطة شديدة جدا. نعم طيب، سريعا دكتور، كيف نستجيب لهذا النداء الرباني من خلال هذه الآية؟ باختصار شديد، الإنسان يعني يوقن أنه عبد، وهو في حاجة إلى كلام سيده الذي هو أدرى به وأدرى بمصلحته، وأن الحياة الحقيقية إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى. الحياة ليست الحياة المادية، قد يكون الإنسان متمتعا بكل لذات الدنيا لكنه أشقى الناس وهو أتعس الناس والعياذ بالله، لأن هذه السعادة يا أختي الكريمة هي تنبع من ذات الإنسان ولا تأتي من الخارج. الذي يأتي من الخارج اسمه متعة، وهذه المتعة كلها متعة حسية قد تكون سببا في شقاء الإنسان. أما السعادة الحقيقية والحياة الحقيقية هي ما في القلب، فالسعادة تنبع من ذات الإنسان. فأول شيء الإنسان يوقن بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، يعني عبد يعني بينتظر الأوامر من الله ويسارع في تنفيذها تحقيقا لرضا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هي المسارعة، عدم التسويف سلاح من أسلحة الشيطان وجند من جنود الشيطان. إن شاء الله بكرة، إن شاء الله الأسبوع الجاي، إن شاء الله ما تزوج، إن شاء الله ما يحصل كذا، ولا فتضيع الحياة بين يعني بين الأمنيات. تسويف. وهذا سلاح خطير جدا من أسلحة الشيطان. وكذلك أيضا يعني الصحبة الصالحة هي تساعد في مسألة يعني الاستجابة هذه. الخوف من موت الفجأة، الإنسان يموت الآن مثلا، يموت الشباب ويموت الأصحاء ويموت، يعني ما فيش قانون للموت، يعني ليس هناك قانون للموت. فقبل أن يحال بين الإنسان وبين يعني مراد الله عز وجل يبدأ الآن يبادر. فالإنسان يضع نفسه في مقام العبودية. مقام العبودية إن أنا يعني أتمتع وأتلذذ بكوني عبدا لله عز وجل في الصلاة والزكاة والعبادة والدعوة إلى آخر هذه الأشياء. نعم. طيب معنا اتصال من السيدة مها من بلجيكا، أهلا بك سيدة مها. طيب انقطع الاتصال، حاول الاتصال بنا مرة أخرى. ومحور الحديث في تفسير هذه الآية فضيلة الدكتور على القلب. نعم. ما أهمية رعاية القلب وأعماله؟ القلب هذا يعني في اللغة يعني هناك له معنى مادي، وهو هذه القطعة الصنوبرية الموجودة في معروفة لكل الناس، يعني موجودة في الجانب الأيسر معروفة هذه. لكن في هذا الجزء المادي هو فيه المشاعر وفيه الأحاسيس وفيه الإرادة وفيه الحب وفيه كل هذه المعاني. ولذلك الرسول قال ألا إن في الجسد مرغة، ويسمى هذا أيضا الفؤاد. سبحان الله، هذا سر عجيب جدا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، شيء معنوي يتحقق به التعقل والإدراك والمحبة والإرادة وغير ذلك. وآية من آيات الله. طبعا صحيح. لا شك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وسيدنا أبو هريرة يقول القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح الملك صلح الجنود، وإذا فسد الملك فسد الجنود. لذلك يعني الذي يحرك الإنسان في حياته ما يستقر في قلبه. فإذا وجدنا إنسان يتحرك في الخير ويعشق الخير ويعني يغلب عليه الخير، نعلم أن قلبه سليم. وإذا وجدنا العكس نعلم أن قلبه والعياذ بالله فسد كما ورد في الحديث. القلب هو محط نظر الله إلى العبد. الله لا ينظر إلى الأشكال والمظاهر والكلام ده كله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب هو يعني هو الذي ينفع الإنسان في الآخرة، ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك لما ربنا يجي يمدح مدح قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ليس مجرد الذكر، لا، وجل القلب. قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو وجاء بقلب منيب. تمام. فنجد القرآن دايما يصف القلوب، قلب المطمئن تطمئن قلوبهم بذكر الله،
فالقلب هذا هو محور صلاح الكون كله، لأنه هو صلاح الكون مبني على صلاح الإنسان، وصلاح الإنسان مبني على صلاح القلب. لذلك الناس النهاردة برعوا في كل العلوم والفنون وأمور الدنيا والتجارات، ولكن فشلوا للأسف في قل من نجح في أمر قلبه وأصلح هذا القلب وجعله مخلصا لله سبحانه وتعالى، وجعل قلبه معلقا بالمساجد، جعل قلبه يعني يوالي المؤمنين ويعادي غير المؤمنين. هذه مسألة يعني تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. وهنا السؤال وقد يكون الأخير فضيلة الدكتور، وهو بما أن الأهمية الكبرى هي للقلب، إذا ما هي الواجبات، الواجبات العملية علينا نحن لتكون اليقظة دائمة في هذا القلب؟ في شيء اسمه فقه إصلاح النفوس، فقه الجوارح والأعمال زي فقه الطهارة وفقه الصلاة والصوم والزكاة والكلام ده، يعني ربما يعتني الناس به أحيانا في المجالس والدروس والحلقات وغير ذلك، لكن فقه القلوب ده هذا فقه خاص، فقه النفس ما لها وما عليها كما يقول أبو حنيفة، فقه كيف أصلح نفسي، ما هي عيوب هذه النفس، كيف أتخلص من عيوب، ما هي البرامج العملية، هذا فقه للأسف مهجور، وعلماءنا كتبوا فيه كثيرا بدءا طبعا الآيات والأحاديث كثيرة جدا جدا، لكن هناك من كتبوا نظريات في هذا الموضوع، أبو حامد الغزالي، الحارث المحاسبي، أبو طالب المكي، علماء كثر اعتنوا بمسألة القلوب هذه. فهناك فقه اسمه فقه إصلاح القلوب. الله عز وجل يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه. أحيانا نحن نعتني بالمعاصي الظاهرة وننسى المعاصي الباطنة. هناك في حاجة اسمها معاصي القلب، معاصي القلوب، وهناك أيضا أعمال القلوب الصالحة، وأعمال القلوب أعظم عند الله عز وجل من أعمال الجوارح، ومعاصي القلوب أخطر عند الله عز وجل من معاصي الجوارح. فقه القلوب ده يعني كتب فيه كثير جدا، وأنا أنصح يعني الجميع ممكن يعني يقتني كتاب زي مثلا كتاب مختصر منهج القاصدين، وهو كتاب تهذيب لتهذيب الإحياء، إحياء علوم الدين. أيضا هناك رسالة اسمها رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي، يعني لو أن هذان الكتاب، لو أن هذين الكتابين توفر لدى يعني المسلم لعله يستعين بهما إن شاء الله في إصلاح قلبه. أيضا هناك مسألة الخلوة، نحن الآن في مشاغل ليل ونهار، وحتى الإنسان إذا خلى مع نفسه بالتليفون والكمبيوتر وكذا ما في فرصة الإنسان يعني يخلو بنفسه ويحاسب نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو في غار حراء، وسن لنا الخلوة، وكان قيام الليل خلوة بين الإنسان وبين ربه. هذه الخلوة تجعل الإنسان يتنفس، يعيد ترتيب أوراقه ويشوف عيوب نفسه وماذا ينبغي أن يفعل. أما الانشغال الدائم بالزوجات والأولاد والأموال والأصدقاء وكذا، وبين الإنسان يروح ينام، يعني هذا خطر جدا جدا. وأنا أختم بحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يبغض كل جعذري، أنا سأوضح هذه الكلمات لا. الآن جعذري، جواظ، جبار، صخاب في الأسواق، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة، جيفة بالليل، حمار بالنهار. هذا حديث صحيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ربنا الرسول يخبر أن الله عز وجل يبغض إنسان يعني متعاظم في نفسه، يعني يشعر بأنه هو شخص شيء عظيم يعني، ثم يتكبر على خلق الله. هذا هو الجعذري. نعم. والجواظ اللي هو الغليظ المتكبر الذي يعني يقسو على الناس. الجبار معروف يعني. عالم بأمر الدنيا، ما شاء الله في التجارات والأموال شاطري. يعني خبير في الدنيا، لكنه جاهل بأمر الآخرة، لا يعرف عن الله شيئا ولا عن دينه شيئا ولا عن الآخرة شيئا. صخاب في الأسواق، ما شاء الله صوته قد كده في التجارات والأسواق والكلام ده كله، لكن هو فاشل في أمور الآخرة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا يعني جيفة بالليل، حمار بالنهار. يعني كأنه يذهب إلى النوم لا متوضي ولا مصلي ولا تائب ولا مستغفر، وفي النهار زي الحمار. يعني هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصور صورة يعني حقيقية لبعض الناس والعياذ بالله. فالإنسان يعني لابد أن يرقى بنفسه ويتطهر، ويكون يعني فعلا يحقق معنى العبودية استجابة، كما قال الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالإنسان إذا تخلص من هذه الأمراض النفسية، وإذا تخلص من أمراض القلوب ومن التعلق بالدنيا، إن شاء الله ربنا عز وجل يعني يطهره ويرفع قدره إن شاء الله. نعم.
طيب، يعني بهذا الحديث الصحيح الشريف نختم به لقاء اليوم معك فضيلة الدكتور، بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعة صباح. أشكر ضيفي في الاستوديو دكتور أحمد زايد أستاذ الأديان والفكر الإسلامي في جامعة قطر، كما أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، نرجو لكم صباحا جميلا، جمعة مباركة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.